السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل: إيران تكشف توقيت اغتيال إسماعيل هنية وطبيعة الرد. وإلى التفاصيل. كشفت الجمهورية الإسلامية في إيران اليوم الأربعاء مزيدا من التفاصيل حول استهداف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر قولها إن عملية استهداف هنية وقعت عند الثانية فجرا، مشيرة إلى أن هنية كان ينزل في مقر خاص لقدام المحاربين شمال العاصمة ظهران. وتزامن الكشف عن هذه المعلومة غداة إطلاق قائد القوات الجو الفضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة أول تهديد بالرد. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن زادة قوله: كونوا مستعدين لإجبار الصهاينة على عقوبة سفك دم ضيف في منزلنا، في إشارة إلى هنية. وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أكدت في وقت مبكر اليوم استشهاد هنية بعدوان إسرائيلي على ظهران. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.